مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية القوية والفريدة، وهو من الأسماء التي تحمل العديد من معاني الشهامة والإقدام، وباعتباره اسما يليق بمن يسمى به. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم همام. همام اسم علم مذكر من أصل عربي، وهو على صيغة المبالغة على وزن فعال، من الفعل هم وهم على وهم لي وهم بي، يهم هما وهميما، فهو هام وهي هامة. يقال هم الرجل بالأمر أي عزم على القيام به، والهمام من الرجال هو الإنسان شديد الحماسة والإقدام، صاحب العزيمة القوية. المقدام من إذا هم بشيء أمضاه، المنفذ لما يريد، الماضي في همته وعزيمته. صفات حامل هذا الاسم: إنسان يملك خاصية مهمة، وهي حب جمع المال والحصول عليه، لكنه يجيد صرفه. مكافح وذو شخصية عملية، يستطيع الوصول إلى ما يريد بسهولة ويسر. يعتمد على التفكير المنطقي، ويحب أن يتميز في أسلوب تفكيره وحياته بشكل عام. حازم جدا، ومن السهل عليه أن يقول لا حينما يكون مقتنعا بذلك. يشتهر بدقته في العمل وبتركيزه الدؤوب على الانتهاء من كل مهمة توكل إليه. من سماته العناد، فهو يعاند في كثير من الأحيان. وهذه بعض الأبيات الشعرية: همام في الليل كنجم السماء ساطع، في عيونه يسكن القمر اللامع، أحمر الورد في خديه يتساقط، كشلال من حب يروي شوقي العطشان، لمعة عينيه كالشمس في الصباح تنير دروب القلب في كل اتجاه. همام العشق كل الأشعار قليلة، في وصف جماله وروعة حديثه الجميل، فليبقى همام في قلبي ملكا، يسكن فيه كل العمر وكل الأزمان. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم همام؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.